الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. درس ديكو يشما درس كان انديمو كتاب دي التبرج وخطره لعبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. هذا شما درس ديك انديمو ندستير ولا نغان الشيخ درس ديك فيلم ذكرانينا داجيكو درس ان دكندي من هذا ينا نقول يكوني. قال الله وقال الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. كمان دي فهذه الآية الكريمة آية كم بواد نص واضح النص في تفرق في وجوب تحجب النساء عن الرجال وتسترهن منهم كون غاية حجاب تين ذاك كم واي تين ذاك تري كونغان أري كونغان في تري واجب نص في تفرق واجب سين. وقد أوضح الله سبحانه وتعالى في هذه الآية آية ألن كمان دي بينجي أن التحجب أطهر لقلوب الرجال والنساء. كم حجاب تري شما زورو تاهرو كرو كونغايا كرو كمو يصورو وأبعد عن الفاح وأبعد عن الفاحشة وأسبابها شما زورو تنتي تنتي تدنو فاحشة سوادن فاحشة دا كندوتيا. وأشار سبحانه كمان دي في شرزي إلى أن الصفورة أدي مكامي تين زي زك حجام زو قلتوزو خمام زو قلتوزو وعدم التحجب تين زي فيتبا عد خبث ونجاسة بطي نجاسة ينكرا وأن التحجب شنم فيتل كامي حجاب زكتر طهارة شما نمتاهر وهي وسلامة شما نلواه بنلا. فيا معشر المسلمين يا سمن مسلمي تأدبوا بتأديب الله برزم تنو برزم على نديا برزم زنلا وامتثلوا أمر الله نندي مثلون نندي غايو أمريكا مندي وألزموا نساءكم ونون نندي كموان بالتحجب الذي هو سبب الطهارة ووسيلة النجاة. حجاب حجاب ترس انديام بو نو شما حجاب دي شما سبب دونو نمتاير ياو ادي ما سبب دونو ديول دونو كاتي ياو. وقال الله وقال صلى الله وقال الله سبحانه وتعالى: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. سوره احزاب كمان دي والجلابيب دون مالم جمع جلباب جمع دون جلباب بي. جلباب اللي هو ما تضعه المرأة على رأسها أو لو كم يكلن درو جناز زكشن ما وبدنها تين زاد زكشن ما فوق الثياب كلا كازم ينتين زاد زكشن ما ليش ما جلباب دو لت أمين أنقرو للتحجب والتستر به شلن فيتا شلن ستراتيرو. أمر الله سبحانه جميع النساء المؤمنين بإدناء جلابيبهن على محاسنهن من الشعور من الشعور والوجه والوجه. كمان دي أمرنا كم واسم مصواتين ذا جلبام ذا تين ذا كربو ذا كسا كندولين ذا فسكان ذا وغير ذلك وارن قرو حتى يعرفنا سنديان وتين صورة بالعفة كلارون. فلا يفتتن سندي فتنتين به ولا يفتن غيرهن فيؤذيهن. أم قرن ذايا في تين تين ذا كذا أم قرن ذايا أذي في فتنة ذا سندي أذي ذنبا. قال علي بن أبي طلحة عن يعني بن عباس: أمر الله نساء المؤمنين كما يونو علي بن قال عن علي بن أبي طلحة ابن عباس كما حديث ذا: أمر الله بنساء المؤمنين كما يكمام منا قلج إذ خرجنا من بيوتنا ذبن زنصرنا في حاجة كلم بلا رسولنا كلامبيا كلامبي داسو يا رسولين هولنوا أن يغطينا وجوههن فسكان ذا زكسا من فوق رؤوسهن كلندن كنتن بالجلابيب دين ويدنين عينا ويبدين عينا واحدا شنفلن فتذا شنفل كذا بس نعم شمنا نكتن ربا. وقال محمد بن سيرين: سألت عبيدة السلمانية تورك عن قول الله عز وجل يدنين عليهن من جلابيبهن أيمانا ذو هنا فغطى وجهه فسكان ذا زكس ورأسه كلان ذي زكس وأبرز عينه اليسرى شمس وفلاي فلن ذي فرمز. عرش ما عمر عرفتنا دو محمد بن سيرين ساء عبيدة السلمانية صرنا. ثم أخبر الله سبحانه كما يحور ذي أنه غفور رحيم عما سلف من التقصير في ذلك
كمان دي اواد نمبو تونا نغاوي كم ذو قدنا نوني من ديم كم ذو قدنا نوني من فرمتم كم ذو قدنا نوني من حجاب زك حجاب بالن كم ذو قدنا ما عدا كما يغاورجن قبل النهي والتحذير منه سبحانه كاود انه دبت كمان دي دبتين برنو كاود انه وساجين برنو اواد نغاوي كم ذو قدنا ما عدا كمان دي غاورسنا غينا. وقال عز وجل والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خيرا لهن والله سميع عليم. يخبر سبحانه كما يندر حوراسين أن القواعد من النساء وهن العاجزات قواعد من النساء وهن سندما العاج العجائز كما أدنكم رسولنا نمورا سندر إسنا اللاتي سندنن لا يرجون نكاحا يا مرار ذبا لا جناح عليهن نياس مرن ذبا أدر لا جناح عليهن أي وباك سندن كلان ذن أن يضعن ثيابهن عن وجوههن كازم مفسكان ذاك ساي صدر أي وبا وأيديهن مفسكان ذاك ساي صدر أي وبا أما يأي إذا كنا غير متبرجات بزينة زين ذا في تتون قرون ديا فعلم نتن بذلك علا أن المتبرجة بالزينة كم دنهم زينا ذا في تتمالا تين ذا كاتو كتار ليس لها شر بادي أن أن المتبرجة ولو كم القرى يعني تنزل متبرجة بالزينة زين زر أم ترفيت توما لأن كاتما ليس لها شرب عليها أن تضع ثوبها عن وجهها ويديها فسكن ذاك مسكن زاد زكتبة دركة بريا زكتين وغير ذلك ألم قرن من زينتها زين زر تنزل زكتين وأن عليها جناحا في ذلك ألا أيوم بيديا ولو كانت عجوزا ولو كمرصر ولون يعني أين أنكروا كمرصر ولون يعني زين زفت زين ولون ما أيوم بي لأن لكل لأن كل ساقطة لها لاقطة أود أن سكرونا وسوق قط ما زبي أو باتين مقمما وسوق قط ما زبي شارع ما قمي أجاب قط ما زبي كلا كلا سوق قطينيا بولا بولا س بابم بولا س كما بولا ما س سب سوق قطينيا أبيه وسوق سكرويا قط ما زبي نيوان مقمما أركام شا سرانا بي نعكترو زك تري مانغلاو ولأن التبرج شكاتي لندا يفضي إلى الفتنة فتنة كما ربسن بالمتبرجة ولو كانت عجوزا كمرسر ولون أي فكيف يكون الحال أي حالة ما مو بالشابة كفيرو غانا زيرو والجميلة كفيرو غانا زيرو إذا تبرجت سكتيا لا شك شوبة لي أن إثمها أعظم بيونزر زورو كمبو والجناح عليها أشد أي ودك لنزن دانا زورو التعليمي والفتنة بها أكبر شلان فتنة رشما كمبو وشرط الله وشرط سبحانه في حق العجوز كمان دي شرط زي حكي دونو كامو دونو كمو سوزنا كم قرادنا يدن ألا تكون ودي ولدي ديا ممن كام دونو يرجو النكاح نياتي مزنا ولدي ديا وما ذلك أدن والله أعلم ألا ما نتعو إلا أن رجاءها النكاح نيا مرارزنا رولنا ما نياتي ما تنزي مرار تنزي يدعوها شابوذ إلى التجمل زايتها والتبرج بالزينة زي زينة زدا في تتيا طمعا في الأزواج نيا مرار تماتنا نغر فنهي تشدبتي عن وضع ثيابها كازمون قلت عن مسمحة عن وضع ثيابها عن محاسنها صيانة لها ولغيرها من الفتنة أري ما ودي محاسن دوتين زي دافيتين كازمو داقوزي معنى زكستين زا أري ما الشدا شين قرون قد سدا سمسون زليور ثم ختم الآية كما آية لا تمونو بتحريض القواعد على الاستعفاف سنجلو نفتن نفسنا مديعي سنديا كلارون كما دي سنديا جلام جو وأوضح أنه خير لهن كما يفتزي أدم على استعفاف كلان زارو ترشمال يسير خير وإن لم يتبرجنا ولو زنا دا بفتزاني أي أمسر فظهر بذلك علم في جين فضل التحجب فضل لأنه كم يكتين زكتا والتستر بالثياب كزمنا ستراتا ولو من العجائز ولو كمر تاريار ولو كمر صار ولو نير وأنه شيء زكتر خير لهن شما سندير خير من وضع الثياب كزمنا دا قناتر فواجب أن يكون التحجب فواجب واجب شيء أن يكون ولتري التحجب كم يستر فيتر والاستعفاف كلام ذا رتر عن إظهار زينة زين ذا فيتر خير خيرا شما خير للشباب زين ذا فيتر كان روتو زين ذا فيتر درو روتو زين ذا زكتر بمعنى نم جميل ذا نم جمال ذا يشرتنا صورة ذا زكتر خيرا شما خير للشابات من باب أولى ثم سؤال ما زكتر ما خير شابا أمان كفيرة دونه غانا زيرو أدى ما داود من زين دانا ما أدى باب أولان كراتين دلا زكتر كمرسو أما زكتيا سندنا ما أدى ماني فيرو أنا داود من دانا ما أدى زكتر شما أولا أو
وابعد لهن عن اسباب الفتنه كما زور كنت دانو ديول دن سوانيا فتنه ساتر تشين دن كما زور نتن تزين. وقال سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربه من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. امر الله سبحانه في هاتين الايتين الكريمتين كمن دي آية ان دي درجة الا انقلانه المؤمنين والمؤمنات بغض الابصار كونغا مؤمنا كونغا يا مؤمنا كوايا سوشن ذا زكتشن ذا زكسا وحفظ الفروج فون ذا سلو وما ذاك ابي ما ندى الا لعظم فاحشه الزنا زنا فاحشا زين كم بنزي سون كمان دي عندها قلانه زكت تلو وما اود يترتب عليها من الفساد الكبير اود نشر كلتها بنا كرة بين المسلمين كتا مسلمين أود أن بنين كرة بنين دعنا دنا نغادر ولأن إطلاق البصر شم كان شم قلتود من وسائل مرض القلب وسيلاد أنه كروي نمكوسا كروي لانترا ووقوع الفاحشة فاحشة واتي على ما أنكرا كرود وغض البصر أما شم زكتارا من أسباب السلامة شما سواد أنه نروايو من ذلك أواد أنه لنم كنزنا أود جول كنزان يركضين دا جول دون نزد كاوين كرا جول دون نليوف نزد كرا ولهذا أدمر قال سبحانه كمن دعونا قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون فقيدا كمن يقولون فغض البصر شما تترن دالي وحفظ الفرج فوا زلو عدد أزكى شما زور تايرو شيئا تدانو للمؤمنين مؤمنوا في الدنيا دنا والآخرة ليرا صنفون ذا شما زلو دو وإطلاق البصر والفرج فون ما أدي ما شم ما قلت أو علي وزنرو فون ما يرم جنات أدي ما شم ما أو علي وزن حرم زنا كرو عدد من أعظم أسباب العطب شما سو أو عاد النصر سو عاد إنه يتي كمبو زي لان كرا والعذاب عذاو كمان ده كندي ذا عذبتي سو زي لا كرا لان كرا في الدنيا دنا والآخرة ليراصون نسأل الله على قري العافية من ذلك كما دير النلفر على قري أمين على دي أسوي يلا دي مسلم جميع مسلمين نفسه على سوريا وأخبر عز وجل كما يحاور هذه أنه شيء خبير جد كده بما أود أن يصنعون يصنعه الناس أو أمس يكون دون صور شيء جد كده النتمة دي وأنه شيء لا يخفى عليه خافية أو قرأت ما يقرأت أبكي ما شرى قرأت ما بقى وفي ذلك سرعة بيجي تحذير موسى للمؤمن مؤمنه من ركوب ما حرم الله عليه او عليه حرم زنا ركند او كمبا او عليه حرم زنا ديود ثور ريت ديا والاعراض ان قاو كلكت عما شرعه شرع الله له او عليه شرع زنا درون قاو كلكت ريت بيديا وسان بيديا وتذكير تكسين بيديا له شي مؤمنه بان الله سبحانه يراه شاسرين ويعلم نذنا افعاله الطيبه وغيرها كندون زنجلا اي نوزنا كندون زدي بي اي نوزنا كما قال تعالى كمان دي بدو غزنا اي يعلم خائنة الاعين وما تخفي صدور الوران من غزنا اي وقال تعالى كمان دي وما تكون في شأن وما تتلوه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه كمان دي غزنا اي ننقدر او دي من على رقراتي ما با انقلا مدى انقلا ما دي بي ما سمس على رقراتي ما با فالواجب على العبد كلاكن جين واجب سنة أن يحذر ربه كما ذرو ريتر واجب سنة ديا مسلم مؤمن كامر ولنو كوار ولنو كل كلاك كنجين وأن يستحي منه على رو ننقذ أن يراه على معصيته على إنم أشن ذن نيكرو درو نيكنتاذر نيكرورو ننقذ ديا أو يفقده من طاعته التي أوجب عليه أو أولنو نيرو تيتي كمان دي نيرو واجب يقلازن هذا الجواب على نيا على كنترو نيكرورو ننقذ ديا كمان رونو ثم قال تعالى كمن ديونه وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن قل لي يا محمد مؤمناك مؤيرو شمزا زكساريما فونزا سلو
فأمر الله كما يجلج المؤمنات مؤمنا جلج فأمر المؤمنات بغض البصر مؤمنا كما يدا شم ذا دكتور جلانو وحفظ الفرج فون ذا سلورة سنديا جلانو كما أمر المؤمنين فتو مؤمنا جلزنا يرو سبحانه بذلك علم صيانة لهن سنديا زلو أيرو من أسباب الفتنة سوى فتنة يصون سنديا زلو وتحريضا على لهن سنديرو دلمت كمان دي سنديرو دلمت كما كان بوين سنديرو دلمت أبي عن على أسباب العفة والسلامة سبب وادنو كلا روا نلوا يدن كما دي سنديان دلم أولنو سبب كلا روا يوسوا جاي سبب دنو نلوا فندو يوسوا جاي رو كما دي سنديان دلم ثم قال تعالى كما دي ينو ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها جاي قال ابن مسعود ينو ما ظهر منها لي يعني بذلك ألن أولن ما ظهر يعني بذلك أولن مرتنا علي ما ظهر أوفيتتنا من اللباس كازموي فإن ذلك على معفون عنه شرب أفواته ومراده بذلك رضي الله عنه الملابس التي ليس فيها تبرج وفتنة كازمو دون كم يجاز كن تبرج با أدي ما شلان فتنة با ما أعرف شما أمرتنا دو وأما ما يروى عن ابن عباس أو كراتنا ما رضي الله عنهما على كل من دار ذه أنه شفسر فسرنا ما ظهر منها إلا ما ظهر منها لا وفتنة عدد بالوجه فسكة والكفين كرلي إنديا فهو شر محمول قطنا على حالة النساء قبل نزول الحجاب شما أولما قطنا وحلنا كما إذا سنة كو آية حجاب رزب تنين برنا وأما بعد ذلك أن قو آية حجاب رزب سنلا فقد أوجب الله عليهن ستر الجميع كمان دي سيرو سمى صاف فيتريح ثمان دي واجب شو كما سبق في الآية الكريم في الآيات الكريمات آية درجة كم ذكرنا من سورة الأحزاب وغيرها سورة أحزاب بها من قرون زائم كم ذكرنا ويدل دليل زين دي على أن ابن عباس أراد ذلك حتى ترى ما رواه عنه علي بن أبي طلحة كرادنا مع أنه شيء أمر الله قال عنه علي بن أبي طلحة دي أنه قال عنه أمر الله نساء المؤمنين كما يمؤمنين كما أدى قلانه إذا خرجنا من بيوتنا فاندان سولينا في حاجة كلام بداس الرسولين ولن يعي أن يغطينا سندي زكسا وجوهنا فسكان دا زكسا من فوق رؤوسنا كلان دان كنت بالجلابيب دان ويبدين عينا واحدة شنفا لن بيا كل ذا صور النازل المرار ذا لذينا وقال نبها على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره شن قرن ما قريقا سيئ أمس وفازاي من آل العلم والتحقيق وهو الحق الذي لا ريب فيه أرمى جلد نشران شوبا مدونة كم يفسكان ذا شم ذا مقون ذا فسكان ذا سم صدق صدق شن يا ولنا قضي شن فلن ومعلوم أنه تنادي ما أولون يترتب على ظهور الوجه والكفين أولو فسكا كامي كتا كردين زكتا ألو أولون كلتنا ما من الفسار والفتنة بنا فتنة لمدانا وقال تقدم كم ذكرنا قوله تعالى كولي كمين وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب كرين كم ذكرنا ولم يستثني شيئا أبتما كمان دي والذي غير ذي وهي دوم برسطرين وهي آية محكمة آية محكمة فوجب واجب شريا الأخذ بها شرا تنتبه والتعويل عليها قو فرق شرا أمسا بوتود شرو وحمل ما سواها عليها أو شن قرون دي شرو بوتود واجبتنا والحكم فيها عام في نساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من النساء من نساء المؤمنين هم دو كما كان جاي ملايا شن قرون سندين قرون كما مؤمنا يا سما سوا زانا ديا وتقدم كم ذكرنا من سورة النور لن ما يرشد إلى ذلك وألو تمضيما لكم ذكرنا وهو ما ذكر الله ذكره الله سبحانه وتعالى أولنا كمان ديشا سرتنا في حق القواعد وتحريم وضعهن الثياب إلا بشرطين شرطين أولنا كما سينا كرادنا كما تسكن دان كازمو دا سعاد كما حرم جو إلا شرط إنديان قرون أحدهما كونهن لا يرجون النكاح نيام رزاي أولنا والثاني كني من عدم التبرج بالزينة زينة ذرا في تتين قرون ولو نما ألا ندو سيد مرد يسكونا كما أقول هذا نمائي وسبق الكلام من كم ذو قدنا على ذلك كلا أدين وإن الآية المذكورة آية أنه قلت كم ذو قدنا ما أد حجة ظاهرة حجة في تفرق وبرهان قاطع برهان كم قتا دنقر كم قتا على تحريم صفور النساء وتبرجهن بالزينة كم حجاب قلتي حرام تود دنجر كم قد قلتم يا آل بيت فرق وتبرجهن بالزينة على ما زينا ذا أمسر في تود حرام تود دنجر فانتنا آل ويدل دليل على ذلك علو أيضا كرسون
ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك قصة إنه حديث ذنو هي عائشة رو أيو كردانا منافقة أيو كردانا ما أدري قصة شما قال أن عشي خمرت وجهها لما سمعت صوت صفيان فسكان ذا ذكون شيء سادن كودن صفوان ابن صفوان بن المعطل السلمي فان سكودا فان ذنن كلا فسكان ذا ككر ذكون وقالت إنه شيء كان يعرفه عشان نزنا دي قبل الحجاب كواي حجاب إذا بتشم رأي عيشة دان نزنا فدل ذلك قال له جلل جو على أن النساء كمواد بعد نزول الحجاب نقاو آية حجاب رزب تنن لا يعرفنا سنديا نتمب بسبب تخميرهن وجوههن فسكن ذات ذات تلية ذكر أركم قامون داسو أرواني واني صغنانهم نتمب رئيسو ولا نوان ولا يخفى قراتي ما وقع فيه النساء اليوم من التوسع في التبرج وإبداء المحاسن أود أنه كمواز من ديكوي شرط تقرون ما تين ذا كانم كل كاتا أري ما زين زين ذا في تتيا كونغالي زين ذا في تتيا أري فوجب واجب تريا سد الذرائع أود أنه فتنا من ساتي نصوات تتلو تبتي وحسم الوسائل المفضية إلى الفساد جول دنو بنارو نساتي نصوة كم تري وظهور الفواحش جول دنو بن فاحشة تتتي وصوة كم تري واجب سنة دي أكلا كم ومن أعظم أسباب الفساد سواد كم بشلن بنوا جن لان كرا وسفر شلن كرا خلوة الرجال بالنساء كم واقون قاتلو تلنا فلين كم واقوا نفلين تلو تمحرم ذي وسفرهن بهن من دون محرم محرم ذا بارو بلا ورتو شيء صار بنا أعلنوا كم بو كم بو سواب النيلان كرا وقال صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كل وزنا أنه قال أنه لا يخلو ونا ورتلو زايد رجل كون فيما بمراتين كم فيها ما ورتلو زايد إلا ومعها ذو محرم من سير محرم ذنبير ولنا ولا تسافر المرأة وليكم بلا رزي إلا مع ذي محرم من سير محرم ذربتون ونيا ورشيت لونتلون كم يسلو بلا رزي عليه الصلاة والسلام عليه الزن وقال صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان تلوزي كامي كونغاي كامولا تلوزي نفلن ولوتا نفسي إلا سيكن يكمل الشيطان والجاو وقال صلى الله عليه وسلم ألا لا يبيتن وربوزي لرجل كلا عند امرأة ثيب نكام الزور إلا أن يكون ناكحا سيدي كما شما دانيا امونيا ورينا اندي فرسنا فلين بونوي او ذا محرم او محرم من صايبو ما جيا ورينا فلين بونوي رواه مسلم في صحيحه فاتقوا الله ايها المسلمون واحذروا على وخذوا على ايدي نسائكم يا مسلم اصل على رورينو مسكو كما اندو ياتيو وامنعوهن سنديا دمنو ديا مما اودو حرم الله عليهن او كما يصير حرم زنا دم سنديا دمنو من السفور حجاب كلتا والتبرج كتا واظهار المحاسن من زيرن زافيتيا والتشبح باعداء الله من النصارى كلا دو كما يو شامنت من النصارى نصارى ومن تشبه بهم أم سنديا سبنزنا واعلمون نوديا أن السكوت عنهن سندين كدكتل مشاركة لهن في الإثم تين زكاة حجاب قوزن بازك تنبا ألن كدكتل سنديرو شركتل ديا سنديرو كلتل ديا بيودن وتعرض لغضب الله قرات عليرو فسكتل ديا وعموم عقابي عقام زي عموم سمسوا فسكتن ديا كرا عفان الله وإياكم من شر ذلك ألا أن ديان أن ديا سمسوا كمان دي أن ديا سلو شر الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين دينا لن دنين أو كقولوا قلنا دا مقادا سادة أن دي سمسوا تلترو دينا دا ألا كمان دي أن دي سمسوا وسا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.